تجارة جامعة القاهرة. تجارة. بدأت ان انا بحب اللبس اصلا، وبحب يعني دايما انتي درستي الحاجة هنا في جامعة القاهرة؟ جامعة القاهرة. وقعدتي لوحدك؟ لا لا لا، احنا يعني لينا العيلة اهلنا كلها؟ هنا وجزء هناك، يعني احنا ما بين يعني لينا اهل عايشين في القاهرة، اهلنا تمام. واهل في اسوان. وجات لك فكرة الأزياء انا بحب ازاي؟ اللبس اصلا، وبحب دايما الحاجات المختلفة، ما بحبش ابقى تقليدية. فبدأت ان انا كنت بنزل صوري عادي على انستجرام، الموضوع بقى اتشهر معايا ان انا بقى بقى عندك فولورز فولورز كتير. كتير، عندك كام دلوقتي؟ 150. 150,000 ما شاء الله. فانا ما كنتش يعني واخداها هي جت كده، يعني بقيت البنات يسالوني نلبس ايه على ايه. بعد كده بدات بقى عملت براند اللي هي باسم بنت عزيز، اسم بابا بنت انا اسمي بسمة عزيز. عبد العزيز. ولبس نوبي بس ولا في لا كل لا لا لا، هو المجالات؟ عبايات عبايات. عبايات. وانا دخلت الجرجار على اساس ان انا نوبيه، فكان لازم اعمل حاجه. استني، دخلتي الايه؟ ده الجرجار. اللبس بتاعنا اسمه الجرجار. الجرجار. ايوه هو حلو هو قوي. التقليدي زي مش منا. جلباب ومش لا جرجار. لا لا ده مش زي ملس. النوبي. في ملس عندكم؟ لا لا، الملا لا، الصعيدي. في الصعيدي. لا، ده جرجار. فهو التقليدي اللي هو اللي زي ما منا، نعرفش. وزي يوران غيرت فيه شويه، حطيت الوان. يعني البسمه هي اللي عامله لنا الشراشيب اللي الستايلنج بتدي كمان. هنجيلها وده انا كمان غيرته، اللي انا عملت له فتحه. يعني هو المفروض لان هي المفروض تلبسي من تحتي عبايه زي اللي منا لابساها، بالظبط. الوان فاقعه جدا مع الاسود، فبتدي شكل حلو. طب حلو. فانا من ضمن ما ينفعش ابقى نوبيه وفاشن ديزاينر وما اعملش حاجه حاجه ليا جديده يعني. كده بره عشان ما تبقاش بالظبط اسود كده بالظبط، تقليدي. حاجه مش تقليديه. والاكسسوارز الحلوه دي بتاعتك الاكسسوارز يعني. دي لا، في ناس معينه عندنا بيعملوها هاند ميد حلو جدا الحاجات دي. حلو جدا. طيب يارا بقى، يارا برضو انت مصممه ازياء، وكمان طرح تحديدا الشاربات اللي هي عليها الرسومات النوبي دي، برنت يعني طبع هي ولا ديجيتال هاند ميد برينتر؟ يعني؟ لا هي ديجيتال برينتنج. وانا اصلا اوريدي انا واتنين تانيين من صحابي عندنا البراند بتاعتنا اسمها وينجي. انت دراستك ايه الاول؟ صيدله، انا خريجه كمان صيدله، صيدلانيه صيدله في الجامعه ومحاميه الالمانيه. وتجاره. طيب وفكرتي ازاي تغيري؟ هو انا ما غيرتش، انا لسه ستيل بشتغل في الصيدله، بس من وانا في ثالثه جامعه هي فكره البراند جات لنا. هو البراند مش نوبي، بس هو من اول الاسم انا حابه ان انا برضو اعرف الناس بشكل مختلف عن حضارتنا النوبيه وعن طب هويتنا النوبيه اصلا. من اول الاسم هو ادي الصور دي، انا بتاعتك هتجنن دي والله. بسمه برضو كانت بتموديل. هتلاقيها كان فين ده في رمضان ده عشان نلبس انا في البرنامج ديت. دي كانت بقى فكره اللاين النوبي اللي احنا عملناه. الله، احكي لنا عن ده. ايوه، هي فكره اللاين عباره عن ايه؟ ان احنا اخترنا رموز من الحضاره النوبيه زي الطرحه اللي معروضه دلوقتي دي، اسمها ما شاء الله. نوج. اسمها نوج. نوج نوج يعني البيوت باللغه النوبيه. بيوت. وكله بالايد ولا بمكان يعني؟ لا لا، دي ديجيتال برينتنج طباعه، بس هي طبعا. فكره الخط اصلا ان احنا نعرف الناس ولو بجزء بسيط عن الحضاره النوبيه او اللغه النوبيه. نزلتي معارض من الحاجات او تراثنا اللي بيعملوا طبعا. الدوله او طبعا. نزلتوا انت واصحابك؟ ديارنا. ديارنا. نزلناه، ونزلت بقى كذا حاجه في الجامعه عندي، ننزل على طول بازارات وكده. حلو. فرقت معاكي ديارنا في طبعًا. التسويق طبعا وشغل يعني كتشاف وناس من العالم بتشوف اكيد وضيوف. طبعا يعني ناس كتيره قوي بتشوف، بيبقى في سبوت لايت على، ودي حاجه حلوه قوي بشوفها ان هم بيدونا فرص كتير ان احنا يتحط علينا سبوت لايت اكتر. طبعا حلو.